اهلا بكم اعزائي المشاهدين في اولى حلقات اليوم الثاني من برنامج استراحه. كلنا عندنا ماضي وكلنا عندنا مواقف زمان بنحب ان احنا نفتكرها. موقف حصل معاك وساعات بتقول يا ريت ارجع تاني صغير، ده انا كنت عملت كذا وكذا وكذا. وعلى راي كوكب الشرق لما قالت قول للزمان ارجع يا زمان. قبل نبدا نتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده احب ارحب بزميلتي سماح. ازيك يا سماح؟ صباح الخير يا احمد وصباح الخير على كل مشاهدينا. اهلا بك. قول لنا كده يا سماح، مثلا ليه الواحد بيحب يرجع لايام زمان؟ وليه دايما الواحد بيحن للماضي ونفسه يرجع تاني صغير؟ والله يا احمد، هو ايام زمان ليها طعم تاني وليها جو تاني طبعا. خالص بصراحه يعني اكيد طبعا ليها جو تاني خالص، لمه العيله، جو رمضان، لمه الصحاب، المدارس. فعلا الواحد بيحس كده ان هو في اسره كده، الفه بين اهله وبين عيلته وبين ناسه وبين صحابه، في تواصل اجتماعي كده قوي جدا بينه وبين بعضهم. دي حقيقة فعلا. بخصوص التواصل الاجتماعي ده، في موقف قديم والدي حكاهولي تمام وهو صغير. فالمهم ان هو كان عايز يروح عند ابن عمه في اخر المحافظة، واحنا ساكنين في اول المحافظة تمام. فاللي هو ايه، طبعا ما كانش فيه موبايلات ولا اي حاجة يعني تواصل اجتماعي. فهو كان طفل صغير فنزل فتاه، ولا عارف يرجع البيت تاني، ولا عارف اللي هو اصلا ايه، ولا عارف يروح اصلا عند ابن عمه. فبص، فهو قال لي انا خدت اليوم كله اصلا ده في الشارع، مواصلات مواصلات مواصلات. فهنا عنصر التواصل الاجتماعي يا جماعه هو مهم جدا، يعني عن زمان وعن دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا في واتساب، ماسنجر، فيسبوك، تويتر. زمان ما كانش في اصلا موبايلات، فكان صعب جدا حوار التواصل الاجتماعي بينهم، ولا ايه؟ دي حقيقه. زمان كنا على الاقل بنتجمع، دلوقتي ممكن كل سنه وانتم طيب على الواتساب او الفيسبوك. أيوة. وممكن ما نكتبش، وممكن يبقى اهالينا اصلا مش عندنا على الصفحه اساسا. أيوة. او جيران او صحاب مش عندنا اساسا. بس زمان لا، زمان عارف اللي هي تحس ان تقاليد، انتوا لازم اول يوم العيد ده عند تيتا، تاني يوم عند خاله، وتالت يوم عند عمي، رابع يوم مع اصحابك. انت عارف هتمشيها ازاي. الجيران كان زمان في حته ايه، تبادل الاكل، فاكر انت الايام دي؟ ايوه تبادل الاكل. ده حتى يا جماعه لما انت تيجي مثلا تقول لي واحده مثلا وحشتيني، لما مثلا تبعت لها جواب احساس تاني، لما انت مثلا تقول لها على الواتساب برضو احساس، لما تقول لها كده وهي قدامك وحشتيني، لا ليها معنى تاني. ولا ايه يا سماح؟ لا دي حقيقه دي اختلاف فعلا. فعلا ومش شرط في المعنى كده والاحساس كده والشعور نفسه اصلا بيختلف. دي حقيقة. بس هو الشرط برضو الجوابات ما يبقاش ما بين اتنين حبيبة بس، كانت ممكن يبقى واحد أيوة. وزميلته في المدرسة. أيوة فعلا. ممكن عشان يقول لها مثلا انا بحبك او حاجة، تلاقيه كتب لها ورقة وسابها لها على الديسكو. أيوة. ومش كان جو بس حاجات بصراحة. برضو الاندقاني برضو في السلبيات بتاعت يعني التكنولوجيا وكده، فيها سلبيات برضو يعني فظيعة خالص. دلوقتي مثلا الوقت مثلا ايه، الطفل الصغير يعني ماسك على طول الموبايل، مثلا بيلعب بابجي، فري فاير، ما يعني ما يعرفش الشعور اللي جنبه، أهله عاملين إيه. يعني ممكن يعني يقعد يوم كله على الموبايل، ما يسلمش أصلا على أهله، هو أصلا مع أهله في البيت ولا إيه. فده حاجة يعني سلبية جدا في صح يا سماح برضه؟ دي حقيقة، حاجة دي حقيقة سلبية فعلا جداً. دي حقيقة. ودلوقتي معلش، حتى بقى في اللعب، زمان احنا في رمضان وجو رمضان اللي هو صلح والكلب الحيران لا وصواريخ وبومب والكلام ده. دلوقتي ممكن تلاقي في جو رمضان العيل اصلا يعني اللي هو قبل ما بيفطر قاعد على الموبايل، قاعد على اللابتوب بتاعه، بعد الفطار نفس الكلام. لا مفيش بقى الجو اللي هو نخلص فطار وننزل واحلى حاجه يعني في رمضان زمان تلاقي ايه، يعني الشقه اللي قدامك كده صينيه البسبوسه جايه تمام، انت حاله المحشي رايحه، المكرونه بشاميل جايه. اما دلوقتي بتلاقي لا ما فيش حد بيخبط على حد، ما فيش حد بيكلم حد اصلا، فاهم؟ كل واحد مستقل بنفسه، قافل على نفسه الباب. طب تفتكر ليه يا احمد؟ والله دي حاجه مضايقاني جدا. يعني حتى النبي قال لك ايه، وصى على سبع جار. يعني ومش جيران بس، كاهل يعني ما بقاش في لمه زي زمان. تفتكر عشان خسرنا يعني الناس زمان؟ كان اكيد في جد توفى، ستك
توفت اكيد في عشان خسرنا الناس تقريبا عشان فيه. اعتمادهم دلوقتي كده يعني حاليا اعتمادهم على ايه؟ خلاص انا بعتك على الواتساب، خلاص بكلمك على الفيس، ما مش لازم بقى اشوفك، مش لازم ان انا اروح واجي يعني خبط على بابك وراح اشوفك، فخلاص انا ببعتك رساله مسج كده، خلاص كده انا شفتك، كده انا عندي دي في الدنيا. غير زمان، بس زمان كان في كده شعور حلو، يعني اللمه دي ليها طعم، لما ولازم انزل واتحرك واروح عند فلان يعني خبط على بابه واكلمه، صح ولا غلط؟ لا ليها طعم تاني بصراحه. عارف انت اللي هو ايه، انا مني برضو كان بيحصل معايا موقف دايما في رمضان، ان احنا كل يوم الصبح لازما الاقي العيله كلها وموجودين، عارف انت اللي هي ايه، دي هتعمل صينيه البسبوسه ودي هتطبخ بس مين كلها هتعمل ايه ودي هتحشي المحشي ونستنى اذان المغرب ده بفارغ الصبر، وتلاقي بقى ايه شنطه الصواريخ، واول ما خلاص ناقص دقيقه على رمضان على المدفع يا جماعه نبدا نطرقع الصواريخ ورامز وبكار، بتلاقي كده بكار ده لذيذة. بصي بكار ده العشق بالنسبه لي، انا الناس كانت بتفطر على الميه، انا لازم افطر على بكار يعني، فهمت؟ انا من صغري كده لازم كلنا بكار. على فكره كلنا، انا واحده ما كنتش بركز في الفطار بجد قد ما بركز ان انا افضل اسمع بكار وايه اللي حصل مع رشيده وايه اللي هيحصل الحلقه الجايه. طب نكمل كلمه تاني مع بكار، بس معانا مدخل الفنيه ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام احمد، اخبار حضرتك عامله ايه؟ ازيك انت يا احمد، عامل ايه؟ والدتي دي ازيك، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبي، انت اخبارك ايه؟ اسالك بقى سؤال، ايه الحاجه اللي انت حضرتيها في زمان ونفسك ترجع لك تاني او نفسك تحصل تاني؟ بس غير ان انت يعني خلفتيني يعني حاجه تانية، بس غير ان انت خلفتيني دي حاجه حلوه بالنسبه لك انا عارف اكيد طبعا، بس قولي لي بقى حاجه تانية بقى، قولي. طبعا لا حبيبي، كل حاجه حصلت زمان الحمد لله عليها، المهم انك انت تاخد بالك من الايام اللي جايه لك دي. فعلا الايام الجايه لازم واحد يسعى ويجتهد عشان خلي بالك من خلي بالك من الايام، اي حاجه حصلت الحمد لله عليها، الحمد لله. المهم انك انت منور وانا فرحانه بيه خالص خالص الحمد خالص. لله، شكرا جدا يا حاجه، وبعود اتصل بينا ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام سلام. حاجه طبعا سك الكل يعني، ربنا يخليها لك يا رب، طول العمر غالي عليا جدا، وبحب اقولها على الهوا يعني، ربنا يخليك لينا يا ست الكل. نكمل بقى موضوع كلامنا، احنا وصلنا لحد دي احلى حاجه من ايام زمان احلى حاجه من حياتنا احلى حاجه احنا ايه بنتكلم في بكار. هو بص، اي كرتون عامه وحتى حاليا الوقت الحالي مثلا يعني ايه، توم جيري وسبونج بوب وكابتن ماجد الحاجات دي متعه جدا للكبير وللصغير. مسلسلات رمضان، مسلسلات رمضان بتاعت زمان كان ليها طعم بردك، وكانت ليها كده، والفوازير مش شرط كرتون بس. انا بعشق حاجه اسمها يوميات ونيس، دي بحس ان هي بصي رساله كل رسالة حلقه كل ليها بيت رسالة. مصري خلاص يوميات بجد. ونيس يعني ونيس دي الفنان القدير محمد صبحي، يعني بصراحه يعني مسلسل فوق الرائع بصراحه، دي حقيقه وتعالى اتفرج دلوقتي يعني بحس بيومات ونيس، تعالى اتفرج دلوقتي على الفن فن دلوقتي وفن زمان، لا في فرق، في الحب وفي يعني في وقت رمضان وفي الحب الاثنين بيختلفوا يعني. تعالى شوف كده، احنا بنتكلم بكار وتعالى شوف دلوقتي مفيش بكار اصلا، مفيش. تعالى مثلا نتفرج الحب دلوقتي عن طريق الفن بيبقى عامل ازاي. تفكر بقى زمان بقى كان في ايه، الاولى والثانيه والسابعه، وكانوا يعني كانت تقفل الساعه 12 بالظبط بالدقيقه، كنا بنتضايق قوي، انا كنت ننام على طول اجباري اصلا، فاهم انت اللي هو ايه، متضايق جدا، اولى عايز اسهر، طيب عايز اسهر شويه الساعه 12 لا تقفل كده، بص صوت كده وتقفل على طول القناه والتلفزيون يتقفل، اللي انت ايه، لا بيناموك اجباري. كنا بنستنى كل خميس في مسرحيه وفيلم اكشن. ايوه لو سمحت. ايوه كل خميس في مسرحيه وفيلم اكشن. ايوه وفيلم اكشن. لا دلوقتي التلفزيون بقى ممل جدا على فكره، يعني عارف اللي هو ما بقاش عندك متعه تقعد تتفرج على حاجه. تمام بصراحه يعني. طب نرجع تاني لكلامنا، ومعانا الاستاذ عبد الله من اسيوط. الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ عبد الله، ايه الاخبار؟ ازيك يا استاذ احمد، ايه الاخبار؟ منور الدنيا والله. ربنا يخليك، بنور حضرتك ودايما تالق ونجاح على طول. ربنا يخليك يا استاذ عبد الله. اقول لك بقى يا استاذ عبد الله، كل سنه طيبين وكل حاجه جميله بتفكرونا بيها، وانت رمضان وبكره بقى يا استاذ عبد الله والناس الحلوه. عندي سؤال بقى حلو، اقول لك ايه يا استاذ عبد الله، ايه الحاجه فضل اللي زمان حصلت لك ونفسك ان هي تتكرر تاني، او ايه الحاجه في الماضي بتحن دايما للماضي، يعني اي واحد فينا بيحن دايما للماضي، ايه الموقف اللي نفسه ان هو يتكرر تاني معاك؟
لمة العيلة والأطفال واللعب في الشارع واللعب في النوادي دي ولمة احلى حاجه، دي دي حقيقة، دي حقيقة بجد والأعياد. والله، دي حقيقة. دي فقدنا حقيقة، الإحساس ده قوي، دي حقيقة. فقدنا إحساس رمضان جدا. والمسلسلات الجميلة اللي هي كانت هادفة زمان، كان ليها هدف كان ليه وحاجات هدف حلوة، كده، كلها كان ليه كانت هدف كل قوي. حاجة زمان كانت حلوة جدا، والكرتون بتاع الأطفال الجميل والحاجات تمام، الحلوة كلها. شكرا جيجا، خلاص بتاعنا عبد متشكرين الله، جدا لمكالمتك. عاوز اتصور مرة تانية ان شاء الله في حلقة جاية بإذن الله، ونرجع تاني لموضوعنا، بنتكلم بنقول مسلسلات رمضان كانت حاجة متعة فوق الروعة. مسلسل رمضان احنا قلنا يوميات ونيس، تمام، كنت بحس ان هي كل بيت مصري موجودة في يوميات ونيس، اللي هو التقاليد، واللي يقولك البنت الصغيرة بتعمل ايه، الولد الصغير بيعمل ايه، ان هو كان كل حلقة بصراحة بيتكلم في رسالة، والرسالة دي بتبقى موجودة في البيت. يعني كل موقف هو كان بيحكيه في حلقة من حلقات ونيس هي موجودة في كل بيت مصري، فعلا النشيد، التقاليد، المدرسة، الأسلوب، التربية. فهو كان كل مرة عايز يوصل حاجة للأهل، للشباب، للبنات، فهي دي كانت حقيقة، عشان كده كلنا اتعلقنا بيه بصراحة، كل الجيل اتعلق بيه، وكانت حاجة جميلة من أيام زمان بأمانة. أنا عن نفسي لغاية دلوقتي بحبه جدا، ده حاجة طبعا حلوة جدا، دي حقيقة يا أحمد، وبرضك حبيبي دائما. ده حاجة حلوة خالص، الحب والجوابات الرومانسية بتاعت زمان دي بتبقى حلوة خالص، مختلفة مختلفة. عارف يا أحمد، زمان كان عشان حد يقول لواحدة بحبك كان ممكن يكتب لها جواب أو البريد تمام وتفضل منتظرة. ثانية وكده، أعزائي المشاهدين يكون وصلنا نهاية فقرتنا، بس حلقتنا لسه مكملة، استنونا إن شاء الله الفقرة الجاية مع زمايلي عمر ونور وهاجر، بس قبل كده هنطلع لتقرير صغير مع زميلتنا ياسمين. سلام. وفي حنيننا للماضي في ألف حدوتة تحكيها، ولا الدنيا ولا الأيام تنسينا ليالي زمان. وبرنامج استراحة نزلنا نسأل رأي الناس في الشارع عن اختلاف جيلين اتفقوا في الحياة واختلفوا في الأذواق، وكان سؤالنا تفتكر 2040 هيكون ذكرياتنا عن الماضي في ايه؟ والله الماضي ده ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، بس يعني الواحد يعني بيفتكر كل ايام زمان كانت ايام جميله، وايام الدنيا كانت بخير، وما كانش فيه الاغاني والفن الوحش اللي علم اجيال الطلعه دي جيل وحش جدا خالص. رمضان وذكريات وافلام زمان ومسلسلات زمان واغاني زمان، كل ده كان حلو قوي زمان، دلوقتي ما عادش فيه، دلوقتي كل حاجه بتيجي بسرعه بسرعه وبتخلص بسرعه. كانت كل حاجه سهله وبسيطه، اما احنا دلوقتي في زمن كل حاجه فيه اتنست، يعني احنا نسينا كل حاجه كانت حلوه زمان. رمضان كان ليه طعم تاني، كنت لما تنزلي الشارع بتحسيه، دلوقتي ما فيش رمضان، دلوقتي رمضان بيجي يعدي ويختفي ما بنحسش بيه. زمان كانت اللمه حلوه وجميله، كنا نيجي مثلا في رمضان نستنى المسحرات عشان نجري ورا منه ونهيص، يجي العيد نسهر طول الليل يوم الوقفه، نستقبل يوم العيد دوت من اوله وما ننامش، كنا اطفال صغيرين بنحط هدومنا في صدرنا وبننام بيها، خايفين عليها عايزين نلبسها من قبل العيد بيوم. دلوقتي ما عادش الكلام ده، الدنيا اتغيرت، ما عادتش زي زمان. زمان ده بقى نقول بقى للست ام كلثوم تقول للزمان نرجع زمان بقى، ما فيش زمان. والله ذكريات الاطفال على حسب البيئه اللي هم مدفون فيها، لو بيئه نظيفه هيفتكروا كل حاجه نظيفه، لو بيئه مش كويسه هيفتكروا كل حاجه زي الشعب اللي شغال دلوقتي والحاجات دي. فدي طبعا الواحد يعني يتمنى ابنه يعيش احسن، يفتكر احسن ذكريات، مش ذكريات اللي هي اللي احنا شايفينها دلوقتي تبقى ايام سود على البلد كلها لو افتكروها. الاجيال اللي ان شاء الله مش عارفين التكنولوجيا خربت عقولها، فبعد 10 سنين تاني ربنا يكون معاهم بصراحه. بيتهيالي مش هيبقى عندهم ذكريات خالص. انا بيتهيالي هم مش فاكرين كانوا بيتفرجوا على ايه امبارح ولا من شويه عشان يفتكروا زمان عندهم، زائد ان الدنيا السريعه اللي حواليهم دلوقتي مش هتخليهم يفتكروا حاجه. مش عارف بس كانوا ممكن يفتكروا بقى حمو بيكا وعبد موته، ولا يبقى في مافيا امريكاني جديده، ولا في ايه بالظبط؟
الأغاني جاية سريعة جدا وملهاش طعم ولا معنى، ما هياش حاجة ثابتة في دماغهم زي ما احنا فاكرين. أغاني شادية، أغاني عبد الحليم، الأغاني القديمة دي لحد النهاردة انت بتسمعيها وبترجعي تدوري عليها وتسمعيها. لما هيبقى عندهم زمان ده هيبقى حمو بيكا وهيبقى مش عارفة ايه شاكوش ودق وطبلة وحاجات كده سريعة رتمها حتى سريع، انت مش سامعة بيقولوا ايه، ولو سمعتي كلها شتايم وكلها حاجات غريبة ما تتسمعش. على رأي محمد فؤاد لما قال كل واحد مننا ليه ماضي ليه ذكرى، المهم لما تمر بينا السنين والأيام الذكرى تفضل عايشة معانا ومحفورة جوانا. كانت معكم ياسمين سليمان من برنامج استراحة.